رجعنا لكم واخر من يعلم اليوم هي الفنانه صاحبه الصوت الاكثر من متميز الفنانه شيرين عبد الوهاب. شيرين طبعا ذكرنا انه كانت بداياتك اساسا باغنيه كان نفسنا وكان اول مره تغني مع الفنان محمد محي. لا اول مره مع الاستاذ طارق فؤاد وبعدين محمد محي. بديتي معاهم كان محمد محي كان اي واحده كان نفسنا؟ لا كانت انت حبيبي. انت حبيبي. اي كيف تم ترشيحك لطارق فؤاد ومحمد محي؟ من الاستاذ طارق فؤاد عن طريق الاوبرا واستاذ محمد محي عن طريق نصر محروس. استاذ نصر محروس. نعم خلينا نشوف هالفيديو ونكمل كلام. كتير قوي ما شفتش. كان صار له زمان هذا الكليب صح؟ تقريبا كان هذا باوائل وقفتك على المسرح. خدت جايزه على الاغنيه دي. استغربوا ان في السن ده بعرف اغني يعني كده. سنه 94 انت اخذتي جايزه كمان على هالاغنيه. الاغنيه كلها هي اللي اخذت جايزه الجايزه الذهبيه في مهرجان الاذاعه والتلفزيون المصري. الله ممتاز. يعني بدايتك جت بجوائز. الحمد لله. حلو. لما غنيتي كانت طبعا مع في قياده المايسترو سليم سحاب في دار الاوبرا المصريه. أيوة. حسيتي انك استفدت كثير من هذا المايسترو؟ طبعا فيه. تعلمت مخارج الالفاظ صح. تعلمت ازاي اغني مظبوط. لا طبعا فادتني كثير. فادك كثير هالموضوع. رجعتي بعد ما صرتي شيرين عبد الوهاب المطربه المعروفه رجعتي غنيتي مره ثانيه معاه وقلت لهم انا عايز استاذ سليم سحاب شخصيا لاني مش يعني هعيد ذكرى حلوه قوي على قلبي. نعم وهو ايش قال لك لما رجعتي وانت شيرين عبد الوهاب؟ هو كان فرحان جدا بيا والحقيقه يعني هو ليه معزه خاصه في قلبي. انا بعتبره ابويا في الموضوع ده يعني انه علمني حاجات كثير قوي انا استفدت منها. في الحين فيديو راح نشوفه ونكمل كلام. حبايب يا حبيبي يا أغلى من روحي ودمي يا حنينة وكل طيبة يا ربي خلي أمي يا ربي خليكي يا أمي يا ست الحبايب يا حبيبي. شوفي الاوبرا فادتني في ايه. شفتي انا هنا خدت نفسي فين؟ في مكان غلط. هم علموني ان انا اخد نفسي في المكان الصح. يعني ما ينفعش ابقى بغني وفجاه اسكت اخد ابلع ريقي او اخد نفسي وبعدين اكمل. بس هنا كان خوف كمان اكيد. هو مبين صح. ايش قيمه هالاغنيه عندك الحين شيرين؟ كبيره. وقتها كنت فاهمه قيمتها او لا؟ غنوه عامله زي الكنوز. وكمان سبب في ان انا وقفت سوليست في دار الاوبرا وغنيت لوحدي وكانت بتاخد سوكسي مش قادره اقول لك. كانوا الناس بتعيط وبيطلبوها. انا عمري ما غنيتها مره واحده. كنت مالي اغنيها مرتين. لازم اعيدها تاني. الله في فيديو ثاني حنشوفه ونرجع نكمل كلام. يا اناني انا عارفه هترجع تاني طبعا آيا ليل سمعناها بصوت الجميله طبعا هيفاء وهبي. هي غنت اغنيتك. تعرف الاغنيه دي غناها كثير من المطربين والمطربات. لحسن تتضايق. لا بالعكس. لا اصلي بالعكس الفنانه هيفاء وهبي من نفسيات جدا حلوه. اغني لها حاجه بس بلاش اقلدها يعني. يلا. اللي جابك وبتشكي لمين عذابك؟ انا مش فاضيه لجنابك ده كتير بهواك عذبتني. دي اخر اغنيه. اخر اغنيه لها اكيد. احييها. حنرجع سؤالنا مره ثانيه. طبعا اغنيه ايا ليل شيرين ايا ليل كل المطربين غنوا ايا ليل
والأغنية هذه نجحت شيرين بس عملت لها عقدة بعد كده صح؟ آه عشان بقى اسمي شيرين آيري معرفش بس هذا هو. زين عملتي بعد كذا بعد هالأغنية طبعاً عملتي دوتوهات كثيرة جداً، أنت من أول بتعملي أغاني مع فنانين وبعدين عملتي دوتوهات كثير طبعاً مع فضل شاكر مع تامر حسني مع حفظ الألقاب للجميع والفنان هاني شاكر إلى آخره. في دويتو انعرض عليك وأنت رفضتيه مع فضيل، شاب فضيل، حسيت إنه مش هيضيف لي حاجة مع احترامي ليه. نعم فنان عزيز بعتز بيه بس أنا مش يعني أنا عايزة مش عارفة حسيت انه مش هيضيف لي شيرين حاجة خصوصا انه كان هيقدم اغنية سلمى يا سلامة بتاعت دليدا فانا لو عايزة الاغنية دي لو انا حابة اعيدها تاني هغنيها بصوتي لوحدي مش محتاجة تكون دويتو بيني وبين حد. نعم انت حتى قلتي مين هو فضيل انت ما يعني لا لا ابدا لا ازاي اعرف فضيل كويس جدا فضيل كويس لا 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 اعرفه بقول لك فنان عزيز على قلبي يعني. حنسمع اوديو حنسمع شيء ونرجع نكمل كلامنا. بحبها الاغنيه دي جدا هي طبعا شخصيه معروفه جدا بوجي وطمطم في مصر. انا بحبها عشان انا عمري ما غنيت للاطفال والحياه كانت لذيذه قوي الاغنيه دي. طيب هذه الاغنيه ما شجعتك ان انت تعملي شيء كامل للاطفال؟ ان شاء الله ام بسلامه واحضر اوبريت كبير للاطفال. ايش رايك في قصه الامهات اللي بيغنوا لبناتهم احلى حاجه احلى شيء ممكن اغنيه حبيبه امها يا اخواتي. لا انا ما بقول كده انا اقول ان شيرين تغني باسم بنتها. لا انا افضل ما اذكرش الاسم يعني يعني افضل اغني للام عشان اي ام واب ياخدوا الكلام على بنتهم يعني ابقى بغني لبنتي والبنات كل الناس. ايه بس انت مش ممكن مثلا تعملي اغنيه باسم بنتك في يوم من الايام؟ في فنانات كثير عملوا هالموضوع. انا عارفه من كانت تيا كمان بنت تيا نوال الزغبي او تيا نوال الزغبي وكانت بنت الفنانه نانسي عجرم وبنت الفنانه نوال الزغبي هي قالت اسم ميلا. ميلا لا بس انا ما سمعتهاش الحقيقه بس في اسامي ممكن الـ الشاعر لما يجي يكتب الاغنيه يلاقي الاسم مناسب انه يتحط مناسب يتغني وفي اسم تاني بيبقى تقيل في الغنى. اي بيقولوا لك سوسه 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 هذه تقوليها لبنتك سوسه و